أعلنت وزارة الداخلية إلغاء القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية تتبع ما يسمى تنظيم سرايا الأشتر الإرهابية. وقال سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام في مؤتمر صحفي إن المجموعة الإرهابية اتخذت مبنى غير مأهول في منطقة الدير كموقع يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار. وأظهرت التحريات إلى أن الأعضاء بل أعضاء الخلية شاركوا تخطيط وإعدادا وتنفيذا في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الفترة الأخيرة. ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ عملية أمنية استباقية تأتي استكمالا لأعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية، حيث تم القبض على مجموعة من العناصر التي شكلت خلية إرهابية تتبع ما يسمى بتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، واتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار والأدوات والأجهزة التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة بتقنيات مختلفة، علما بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة للكشف عن أي ارتباطات تنظيمية بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى. وتشير الوقائع والتحريات إلى أن أعضاء هذه الخلية شاركوا تخطيطاً وإعداداً وتنفيذاً في سلسلة من الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الفترة الأخيرة واستهدفت رجال الأمن، ومنها التفجير الإرهابي بالقرب من قرية أبو صيبع بتاريخ 4 فبراير 2017 والذي نتج عنه تضرر شاحنة وسيارة مدنية تصادف مرورها قريبا من موقع التفجير. 2. التفجير الإرهابي في السنابس بتاريخ 23 فبراير 2017 والذي أدى إلى إصابة سائقة سيارة تصادف مرورها بالموقع بشظية أدخلت على إثرها المستشفى. 3. إلقاء قنبلة يدوية عسكرية على موقع تابع لقوات الأمن في السماهيج بتاريخ 7 أبريل 2017. أمامكم القنبلة أو نموذج عن القنبلة التي ألقيت، كان قد تم ضبط عدد منها في عمليات سابقة، وقد تم القبض على كل من المدعو سيد أحمد مهدي كاظم 20 عام طالب تربية رياضية بجامعة البحرين تكرر سفره إلى إيران، وسبق الحكم عليه في قضية إشعال حريق عمدا والاعتداء على قوات الأمن العام. المدعو عيسى حسن عيسى علي 20 عاما وهو طالب ومتورط في قضايا إرهابية ويتردد على سوريا. المدعو علي داود أحمد داود العرادي 19 عاما عامل وخضع لتدريبات في معسكرات حزب الله العراقي، حيث تم تدريبه على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمواد المتفجرة. 4. المدعو حسن شاكر حسن علي القوة 21 عاما حاصل على بعثة دراسية بأحد معاهد التدريب بالبحرين، تدرب في العراق على كيفية استخدام الأسلحة النارية والمواد المتفجرة. ميثم علي حسن علي حسن 20 عاما سبق الحكم عليه في قضايا إرهابية. كما أسفرت أعمال البحث والتحري عن الكشف عن موقع بمبنى غير مأهول ضبطت فيه عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وقامت الخلية الإرهابية بتجهيزه لتخزين وتصنيع عبوات متفجرة واستخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية. كما تم الكشف عن قيام أعضاء الخلية بإجراء تجارب التحضير والتصنيع ومن ثم إرسالها عبر مقاطع الفيديو إلى قياداتهم في إيران لتأكيدها أو تعديلها والمضي قدما في عمليات التحضير والتصنيع. وبعد إخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة، انتقلت إلى الموقع فرق مكافحة الإرهاب وإبطال المتفجرات، حيث قامت باتخاذ الإجراءات التأمينية المطلوبة. تلاها قيام المختبر الجنائي بإجراء المعاينات الفنية اللازمة ورفع عينات أولية من المواد المتفجرة لتحديد نوعيتها، تمهيداً لنقلها إلى مكان آمن نظراً لخطورتها التدميرية البالغة. كما قام مسرح الجريمة بتصنيف المضبوطات وتحريزها
بحضور النيابة العامة. ومن أهم تلك المضبوطات التي تم تحريزها كميات من المواد المتفجرة، من بينها مادة C4 شديدة الانفجار، ونترات اليوريا ونترات الأمونيوم، ومواد خام كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والتي تعادل مجتمعة في القوة التدميرية حوالي 52 كيلوغرام من مادة TNT شديدة الانفجار. وحسب تقديرات خبراء المتفجرات، فإنه في حال وقوع انفجار لا سمح الله، فإن مدى الشظايا القاتل كان سيتجاوز محيطاً نصف قطره 600 متر، ناهيك عن مدى وصول الشظايا على نطاق واسع، الأمر الذي كان سيؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا، خصوصاً وأن الموقع في وسط منطقة مأهولة بالسكان. كما شملت المضبوطات عبوة جاهزة للاستخدام تحتوي على مادة C4 شديدة الانفجار، عبوات مضادة للأفراد جاهزة للتفجير وأخرى في طور التصنيع تحتوي على كرات معدنية، عبوات خارقة للدروع في طور التصنيع، صواعق ودوائر إلكترونية، ميزان خاص بقياس المواد المتفجرة، رسوم توضيحية حول كيفية صناعة العبوات، مجموعة من الطلقات النارية متنوعة العيار، هواتف محمولة وأجهزة تحكم عن بعد، ومجموعة من البطاريات. وبإجراء المعاينة والفحوصات المختبرية للمواد المتفجرة المضبوطة، وخاصة تلك التي لا يمكن تصنيعها محلياً، تبين تطابقها مع المواد والأدوات التي تم رصدها في قضايا سابقة أخرى، مثل مستودع دار كليب في يونيو 2015، بالإضافة إلى عمليات التفجير في مناطق مختلفة تحمل ملامح ذات العبوة. كما شملت المضبوطات صواعق مصنعة محلياً جاهزة للتفجير، سبق ضبطها في أغلب القضايا المتعلقة بمضبوطات المتفجرات. واستكمالا، فقد أسفرت عمليات البحث والتحري عن تحديد هوية 2 من العناصر الإرهابية، شرعا في رصد تحركات عدد من رجال الأمن والتخطيط والإعداد لاستهدافهم، حيث تم القبض عليهما، وهما عبد الله عبد المهدي حسن العرادي 24 عاما محكوم بالسجن في قضايا إخلال بالأمن وإشعال حريق عمدا، لؤي هاني سعود حسين المؤمن 19 عاما محكوم بالسجن في قضايا اعتداء على الدوريات الأمنية وأعمال تخريبية في منطقة عراد. وقد ثبت من خلال تحليل المعلومات ارتباط الخليتين الإرهابيتين الأولى والثانية تنظيمياً وعملياتياً، وأن الإرهابي المدعو حسين علي أحمد داود 31 عام هارب وموجود في إيران ومسقطة جنسيته، ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد رجال الأمن، وهو محكوم بالمؤبد في 3 قضايا وحكم آخر بالسجن 15 عام. هو من يدير هاتين الخليتين الإرهابيتين، وهو على صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني وبالمدعو مرتضى السندي، ويعاونه في إدارة هذه الخلية كل من المدعو سلمان علي سلمان علي إبراهيم 26 عاما وهو محكوم بالسجن في قضية صناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار، المدعو أحمد عبد المهدي حسن العرادي 22 عاما محكوم بالسجن في قضايا إخلال بالأمن والاعتداء على الدوريات الأمنية وإشعال حريق عمداً، وهو شقيق أحد المقبوض عليهما في خلية استهداف رجال الأمن، المدعو ياسر أحمد حبيب إبراهيم 31 عاماً محكوم بالسجن في قضايا إشعال حريق عمداً والاعتداء على الدوريات الأمنية ووضع أجسام غريبة. وتدعو وزارة الداخلية كل من لديه معلومات حول أي نشاط مشتبه فيه بأن لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة على الرقم 800008، وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية. حفظ الله البحرين من كل سوء.